بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ النهاردة بأمر الله بنخلص باقي شابتر الهيد انجوريز. كنا بدأنا في الشابتر قلنا اللي هو 3 بارتيشنز. أول بارتيشن بيتكلم على الفيشيال أو المكزيلو فيشيال انجوري، وقلنا اللي هو بينقسم ل سوفت تيشو انجوري وداخلي إلى فيشيال بون فراكشرز. بعد كده النك برضو اتكلمنا عن الانجوريز ليها وإيه الاستراكشر العرضة للانجوري وإزاي احنا قسمنا النك ل 3 زونز. بعدين عندنا بدأنا في الهيد انجري، وقلنا برضو اللي هي soft tissue injury اللي هو في الخارج اللي هو السكالب انجري. وبعد كده اتكلمنا عن داخليا اللي هو الانديرلاينج بون او السكال فراكشرز وعرفنا انواعها. اخر جزء عندنا في الشابتر بقى بيتكلم على اخر شيء متبقى عندنا في الهيد وهو البرين، وهو ده most serious injuries اللي بنشوفها في حالة الهيد انجري. تروماتيك برين تروما، احنا عندنا شرح هنشرح بالتفصيل وانا اعمل لكم هاند اوت فيه برضو تفصيل للامور. قلنا ان تروماتيك برين تروما دي حاجة ممكن تتسبب، البرين لو حصل فيه تروما ممكن تتسبب فيه فيزيكال، تغير فيزيكال او حتى ايموشنال او حتى فوكيشنال. يعني الموضوع بيختلف حسب السنتر اللي تأثر، ممكن يأثر على الموتن سنتر فيسبب فيزيكال ديسابيليتي، ممكن يسبب ايموشنال ديستربنس، ممكن يأثر على الكلام السبيتش. تمام، فحسب الاريا او السنتر اللي تأثر فيه الهيد تروما. ممكن نقسمهم لتو كاتيجوري كبار اساسيين، اللي هي اما برايمري يعني دايركت برين تروما، شخص اتصدم في البرين خلاص اصابه مثلا وليكن موتور فيكل كراش وحصل له على اسرها هيد انجري وبرين انسلت او برين تروما، ده دايركت او برايمري. السكندري بقى شيء تسبب سكندري في اصابه للبرين، زي مثلا الشوك، دي حاجه حصلت. هل البرين حصل له تروما دايركت؟ لا، هو شوك حصلت ومن خلالها حصل هايبو برفيوجن ونقص البلد اللي واصل للبرين فحصل برين انجري، سكندري برين انجري. برضو نفس الكلام لما نتكلم على واحد عنده ريسبيراتوري فيلير ودخل في هايبوكسيا والاكسجين ما عادش واصل كافي للبرين، حصل سكندري برين انجري. يبقى البرايمري هي دايركت تروما للبرين، انما السكندري حصل مشكله وعلى اثرها تسببت في برين انجري. دي طبعا الاسباب اللي هي ممكن تسبب سكندري، قلنا زي الهايبوكسيا، الهايبو والهايبركابنيا، الانيميا، الهايبو برفيوجن، الهايبو والهايبرجلايسيميا. احنا عارفين الهايبوجلايسيميا بتؤدي الى برين انز. طبعا اللي يهمنا النهارده هو البرين او الدايركت برين تروما، مش قصتنا النهارده اللي هو السكندري برين انسلت. او هنتكلم النهارده عن الدايركت برين تروما، هو ده اساس الشرح في الجزء المتبقي. عندنا ببساطه خالص وانا مبسطها لكم في الهاند اوت، هنا الاصابات في البرين يا اما بتكون ديفيوز انجري يعني شامله البرين كله، زي مثلا حالات الاكسلريشن ديسيلريشن اللي احنا كنا قلنا لو شخص حصل له موتور فيكل كراش وحصل اكسلريشن ديسيلريشن فبتعمل حاجه اسمها ديفيوز برين انجري او بنسميها ديفيوز اكزونال انجري. الاكزون ده اللي هو نيرف سيلز، ديفيوز اكزونال انجري. هناخد الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي. او هايبوكسيا او الهايبوبرفيوجن او الاسكيميا، ما ده هيسبب البرين كله هيتاثر فعشان كده بنسميه ديفيوز. المينينجيز، الاغشيه المغطيه البرين اتاثرت، يبقى هتاثر على ايه؟ على البرين كامل. فاسكولار، لو حصل اسكيميا او حتى اسكيميا للبرين او فاسكولار اكسيدنت هياثر على البرين كامل فهنسميها ديفيوز. الحاجات دي هتتشرح بالتفصيل، يبقى ده ديفيوز. انما امتى اقول فوكال بقى جزئيا؟ زي مثلا حصل اصابه في السكالب وسببت مثلا كونتيوجن او فراكشر او كونتيوجن في البرين، او حصل فوكال هيموريدج في مكان واحد بس فقط جزء صغير حصل فوكال هيموريدج. يبقى احنا عندنا هنا ان الفوكال انجوريز هي بتكون جزء بس في البرين هو اللي اتاثر. قلنا زي ما يكون في سكالب او سكال فراكشر وسبب ان يحصل في البرين سيرفيس كونتيوجن او فوكال هيموريدج. انما نتكلم على ديفيوز يعني البرين كله اتاثر زي ديفيوز اكزونال انجري، وده هيطول شرحها. او حصل اسكيميا او هايبوكسيا او مينينجايتس، حاجه جنرال اثرت على البرين بالكامل مع البرين كله تاثر بيه. هناخد اول حاجه الديفيوز انجري. الديفيوز انجري دي هنقسمها ل
كذا جريد دي بيحصل فيها اساسا في العموم ان الانجري بيحصل ديسربشن للاكزونز. هذا الاكزون او النيرف سيل الاكزون دي بتنقطع كده. بس على مستوى البرين كامل، على مستوى البرين كامل يحصل حاجه اسمها ديفيوز اكزونال انجري. دي في لما نيجي نصور البيشنت سواء سي تي او اي حاجه مش بتبان في الاشعه، لكن هتبان لي كلينيكال اللي انا هعرف ان الشخص ده عنده ديفيوز اكزونال انجري. يبقى هنا الاكزونز او التوصيلات العصبيه اللي بين الخلايا العصبيه او اللي المسؤول عن الكوميونيكيشن بتنقطع خالص. ده معنى كلمه ديفيوز اكزونال انجري. نقسمها احنا لجريدز. اول جريد اللي هي اسمها مايلد ديفيوز اكزونال انجري اللي احنا بنقول عليها كونكشن او الارتجاج في المخ، مايلد ديفيوز اكزونال انجري. وفي عندنا مودريت ديفيوز اكزونال انجري، واخر حاجه خالص هي سيفير ديفيوز اكزونال انجري. يبقى احنا هنتكلم على ثلاث حاجات في الديفيوز انجري او الديفيوز برين انجري، يا اما بيكون مايلد يا مودريت يا سيفير. المايلد اللي احنا بنقول عليه كونكشن. عايزين ببساطه نعرف الفروق بينهم، وزي ما قلت لكم في الهاند اوت هتلاقي الامور مبسطه خالص وفيها الكلام الاساسي والتفاصيل. المايلد ديفيوز انجري هنا بيبقى فيه تيمبوراري ديستربنس في الليفل اوف كونشسنس، تيمبوراري ديستربنس في الليفل اوف كونشسنس، لكن مفيش لوس اوف كونشسنس، مفيش حاجه اسمها فقد الوعي تماما، لا هو بيبقى فيه ديستربت او اولدرد ليفل اوف كونشسنس. ولو حصل لوس اوف كونشسنس المفروض ما يزيدش عن 5 دقائق، لو زاد يبقى مش كونكشن ومش مايلد ديفيوز اكزونال انجري، وانت تشخيصك من الاساس كان غلط. يبقى احنا عندنا ابسط نوع خالص اللي هو المايلد ديفيوز اكزونال انجري او اللي احنا بنقول عليه كونكشن، قلنا ده تيمبوراري ديستربنس في اللوس ديستربنس في الليفل اوف كونشسنس او الالتر ليفل اوف كونشسنس، لكن من غير لوس اوف كونشسنس. ولو حصل لوس اوف كونشسنس مش هيزيد عن 5 دقائق او 5 مينت. ونفس الكونكشن قسمناه لثلاث مراحل عشان ما نصعبش الدنيا عليكم، بس هو ثلاث مراحل. مرحله فيها ان الاعراض بتاعته اقل من 15 دقيقه، المرحله الثانيه اكتر من 15 دقيقه، المرحله الثانيه حصل لوس اوف كونشسنس ايا كان وقته، سكند اب تو مينتس قلنا الماكسيمم 5 مينتس. يبقى في هنا الاول جريد 1 و2 ما فيش لوس اوف كونشسنس، في altered conscious ليفل اوكي، في confusion اوكي، لكن ما فيش لوس اوف كونشسنس ان هو يفقد الوعي تماما مش موجود. بس الفرق بين جريد 1 اقل من 15 مينت، جريد 2 اكتر من 15 مينت، انما جريد 3 حصل لوس اوف كونشسنس زي ما قلنا ل اب تو 5 مينتس. يبقى احنا عندنا يا اما altered level of consciousness هنخرج منها جريد 1 و 2 و loss of consciousness ودي هنخرج منها جريد 3. طبعا لما بيفوق من الوعي بيبقى فيه بعدها confusion, drowsiness, restlessness، ممكن يفقد شويه الذاكره ريتروجريد امنيزيا، يفقد التفاصيل، وممكن يبقى فيه ساين ثانيه زي الفوميتنج وعدم اتزان defect equilibrium او coordination، وممكن visual disturbance يحس ان في فلاش لايت كده في العين. المفروض ان انا هعمل ايه للبيشنت ده؟ هيفضل تحت الملاحظه فقط من 1 to 2 days او 24 to 48 hours. هو ده المطلوب مني في الكونكشن، التفاصيل البسيطه اللي اعرفها. طبعا ده الموست كومون اوف برين انجري، واي بيشنت هيورسن حالته هتورسن اكتر من كده، يبقى هو مش كونكشن اساسا وهو التشخيص كان غلط. يعني انا قلت لك المفروض يحصل altered conscious level لكن ما يحصلش loss of consciousness. لو حصل loss of consciousness totally يبقى المفروض ما يزيدش عن 5 دقائق، زاد او البيشنت deteriorating يبقى في معناها كده ان في more serious injury وان انا تشخيصي كان غلط. وعشان كده لازم اخد البيز لاين ميجرمنت او الاي في بي يو او الجلاسكو كوما سكيل، هنتكلم على الجلاسكو كوما سكيل في الاخر. لازم اخد بيز لاين جي سي اس او جلاسكو كوما سكيل عشان اشوف بعد كده البيشنت بيديتريوريت ولا بيمبروف. زي ما احنا قلنا الري اسسمنت اهم من الاسسمنت، ولازم يكون عندي بيزل فايتال ساينز بقيس عليها البيشنت، هل هو تحسن امبروفنج اور ديتريوريتنج حالته تدهور. وقلنا ان لو لوس اوف كونشسنس اكتر من 5 دقائق يبقى معناها ان في مور سيريس انجري والموضوع ما كانش كونكشن ولا حاجه، ممكن يكون كونتيوجن او هيك. ده كان اول او ابسط نوع من الديفيوز برين انجري او الديفيوز اكزونال انجري بمعنى ادق.
عفوا. بعد كده عندنا مودريت المتوسط بقى. المودريت ده المتوسط لو جيت تدور عليه او تصوره هتلاقي ان فيه مينت بروزنج في البرين زي الكونتيوجن العسكين كده، هلاقي على البرين بس مينت نقط صغيره كده، وكاركترستيك قوي بقى باللوس اوف كونشسنس، لازم يكون فيها لوس اوف كونشسنس. غالبا بتبقى مع بازيلر سكيل فراكشر اللي احنا قلنا فراكشر في البيز وفي السكال، وممكن يحصل فيها بيرمننت نيورولوجيكال امبيرمنت، ممكن الشخص يخرج من الموضوع ده عنده بقى هيميبليجيا، عنده كوادريبليجيا، عنده موتور ديفيسيت، سنسوري ديفيسيت، لانجويج ديس اوردر، عنده مشكله في الاتزان كوردينيشن حسب المكان اللي تقص. لكن الراجل غالبا بيطلع بيه نيورولوجيكال امبيرمنت. قلنا ان الشخص لازم يكون فيه loss of consciousness وده شرط اساسي، لان لو ما فيش فيه loss of consciousness هيبقى mild diffuse axonal injury او concussion. في loss of consciousness وبيبقى followed بعدها كمان ب disorientation، مش مدرك المكان، confusion، امنيزيا اللي هو فقدان الذاكره، بيفقد الذاكره طبعا للايفنت او الموقف اللي حصل. واثناء الريكفري تلاقي ان الشخص ده عنده mood swings، كل شويه مكتئب، او عنده سنسوري موتور ديفيسيت، او مش قادر يركز، انابيليتي كونسنتريت، يبقى عنده شويه اعراض كده بوست الفيز اللي هي اوف انكونشسنس. ايه المطلوب مني تو مانج؟ طبعا المانجمنت بيبقى ان هوسبيتال، بيبقى فريكوينت ري اسسمنت ليفل اوف كونشسنس، قلنا بناخد البيز لاين جي سي اس او جلاس كوما سكيل، واشوف البيشنت بيمبروف ولا بيديتيريوريت، واحط البيشنت في غرفه تكون كوايت هاديه ومظلمه، وكل شويه احاول اعمل ري اورينتيشن للبيشنت، احاول اقول له انت في الهوسبيتال، انت حصل لك كذا كذا، ان شاء الله الامور هتبقى طيبه، وبحاول اعمل له اورينتيشن كل شويه. حاجه بقى او السيفيرست فورم هي السيفير ديفيوز اكزونال انجري اللي هي كونكشن، مودريت، واخر حاجه سيفير، ودي خالص وغالبا بتبقى في البرين ستيم، بتاثر على البرين ستيم. وقلنا بتحصل مع الحالات اللي فيها سيفير هيد روما وبيبقى فيها انكونشسنس، وده شرط اساسي. قلنا لو في altered بس mental states مفيش loss of consciousness يبقى دي mild او concussion. في unconsciousness يعني فقد الوعي يبقى هي moderate سيفير. الفرق بينهم ان السيفير بتبقى prolonged لفتره طويله، يبقى بتلاست فور برولونجد بيريود او بتفضل معايا فتره طويله، ده الفرق بينها وبين المودر. بيبقى فيها ساين لانكريز الانتراكرينيال بريشر، وهناخد نبذه النهارده ان شاء الله عن الانتراكرينيال بريشر، الضغط داخل البرين او داخل السكال، وازاي بنحسبه او ازاي نتوقعه. وبيبقى ليه ساين وسمبتوم كاركترستيك زي الفوميتنج والهيديك والبليرد فيجن. في الحالات دي المطلوب منك ان انت تافويد الهايبوكسي، يعني تعمل جود اوكسجينيشن للبيشنت عشان ما يحصلش سكندري برين تروما، يعني هو اساسا عنده هيد تروما وانت كمان تعمل له هايبوكسي، تعمل له سكندري برين تروما او سكندري برين انجري، يبقى انت كده الموضوع بيسوء. ده كان الكلام عن الديفيوز برين انجري او ديفيوز اكزونال انجري، وقسمناها المايلد ومودريت وسيفير. نيجي بقى للفوكال اللي هو اللي على جزء معين في البرين. قلنا ده الفوكل ممكن زي قلنا السكال فراكشر او السكال بلاسيريشن، سببت تحتها كونتيوجن في البرين او اديما فوكل في جزء من البرين او فوكل اسكيميا. المهم ان جزء من البرين بس اللي تضرر، انما ما فيش ديفيوز ضرر او ديفيوز دامج تو البرين او ديفيوز انسلت تو البرين، الموضوع فوكل فقط على جزء معين من البرين. طبعا البرين ده هو جزء كبير جدا من السكال، تقريبا 80%، وبيتقسم ليه اربع اجزاء. مراجعه سريعه كده عشان الناس اللي ناسي الاناتومي، ده السيريبروم هو الفصين المخ سيريبروم، والسيريبيلوم اللي هو المخيخ، وعندنا هنا الجزء ده اللي هو الداينكيفالون اللي هو الثالاموس والهايبوثالاموس، واخر حاجه البرين ستام اللي هي المظله والبونز والميد برين. يعني مراجعه سريعه اذا خدتوا الحاجات دي في الاناتومي، مطلوب بس تعرف الاسماء سيريبروم سيريبيلوم والداينكيفالون اللي هو ثالاموس وهايبوثالاموس، وبعد كده اللي هو البرين ستام اللي هو بيكون من البونز والمظله و
الكلورين ده بيكون من معظمه أو 60% من الووتر سائل، وبعد كده 25% حاجات سوليد، وبعد كده CSF فلويد وبلود. ده تكوينة البرين. يبقى البرين بيتكون من حوالي 58 أو 60% ووتر، وجزء صلب 25% والباقي CSF وبلود. على الحاجات الفوكال اللي بتحصل في البرين انجري، اول حاجه السيريبرال كونتيوجن. نفس الكلام كونتيوجن على السكان، هو نفسها بنفس الشبه البروزنج اوف البرين. تيجي في الكورتكس طبعا في القشره الخارجيه، في ده الموست كومون في اي جزء بقى فرونتال او تيمبرال او اوكسيبيتال. ممكن تعمل نيورولوجيكال ديفيسيت، بتعمل نيورولوجيكال ديفيسيت حسب المكان، فتلاقي الشخص ممكن يجي له هيمي باريسيس لو اثرت على الموتور، ممكن تيجي على اللانجوج سنتر تسبب افيزيا الفرونتال لوب، تسبب بيرسوناليتي تشينجز تغيرات في شخصيته، او تسبب سيجرز اللي هي الفيتس او الابليبسيا. يبقى السيريبرال كونتيوجن ممكن تعمل فيزيكال انسلت او نيورولوجيكال ديفيسيت حسب المكان. ادم سال الكونتيوجن اهو، طبعا البلود بيبان في الاشعه المقطعيه او في السي تي باللون الابيض. فده جزء صغير اهو فوكال انجري، ده مش ديفيوز، ده فوكال جزء صغير كونتيوجن. طبعا الكونتيوجن بيبقى معاها جزء من اللوس اوف كونشسنس، وممكن تفضل اورز اب تو دايز. ولقوا ان معظم الناس اللي بتموت من الهيب انجري بعد بيلاقوا او في تشريح الجثه بيلاقوا ان فيها كان فيها سيريبرال كونتيوشن، دليل ان هي سيريس انجري، بدليل ان كل او معظم اللي بيموتوا من الهيد انجري بيلاقوا فيهم سيريبرال كونتيوشن بعد الوفاه. طبعا موضوع السيريبرال كونتيوشن ده يعني بيقول لك ان الاصابه الكونتيوشن ده ممكن تلاقيه في مكانين مختلفين في البرين، مع طبعا من الفرونت، وليكن مثلا ان الشخص ده حصل له اصابه من الخلف زي الفيديو اللي احنا كنا شفناه في اول شابتر، ان الست راكبه السياره وتحصل صدمه من الخلف، حصل هنا كونتيوجن على البرين من هنا، لكن نتيجه الاكسلريشن ديسيلريشن لقيت ان البرين جرى للامام تاني ورجع اصطدم بالاسكال من الامام، فتيجي تشوف تلاقي عنده كونتيوجن من هنا وكونتيوجن من هنا مع ان الاصابه من الخلف فقط. دي نتيجة ايه؟ حركة البرين بالانيرشيا بالقصور الذاتي داخل الاسكال لحد ما اصطدم في الاسكال بالامام، فبالتالي بقى عندي اصابتين بنسميها احنا كو اند كونتر كو. ده معنى كو اند كونتر كو، ده كو دي الاصابة المباشرة، والكونتر كو الاصابة الناتجة عن الاصابة الاولانية نتيجة تحرك البرين داخل الاسكال بالقصور الذاتي. يبقى ده معنى كو اند كونتر كو كونتيوجن. هنا بيقول لك ان كونتيوجن مش بيحتاج تدخل جراحي، بيهيل وزاوت انترفينشن. كل المطلوب مني ان الشخص ده بيتحط تحت الملاحظه واسوي له ريأسسمنت كل شويه للبيزل فايتال ساين وللجي سي اس، واشوف اتابع البيشنت، وفي العموم هو بيمبروف وبياخد وقت شويه في الامبروفمنت او في الهيلينج يعني. لكن البيشنت ده بيعاني من كومبليكيشن بعد الاصطدام زي الهيديك والنوزيا والفوميتنج قلنا نتيجة والسيجر وديستيرب كونشس ليفل نتيجة ارتفاع الانتراكرينيال بريشر في كونتيوجن، فمزود ارتفاع الانتراكرينيال بريشر او الضغط داخل كرينيوم او داخل السكال، وهنشرح الانتراكرينيال بريشر في نبذة هنتكلم عنها. ودي الاعراض بتاعته دايما، بيجي بصداع، نوزيا، غثيان، فوميتنج، سيجر، بليرد فيجن، ديستيرب كونشس. ثاني مثال على أمثلة الفوكال بلير إنجري هي الإديمة. معظم طبعاً أي إنجري حتى في السوفت تيشو مش بنتكلم على البرين بيحصل معاه إديمة، يقول لك في إديمة وسويلينج، إديمة وسويل. نفس الكلام هنا لما بيحصل إنجري للبرين بيبقى في سويلينج للبرين تيشو، سويلينج للبرين تيشو سواء كان في هيموريج أو ما فيش هيموريج. الإديمة دي هتسبب ارتفاع في الضغط داخل الكرينيوم أو increased intracranial pressure، وبالتالي هتؤدي الى نقص السيريبرال بيرفيوجن وتعمل حاجه اسمها هرنيشن، هنتكلم عليها وهنفهم يعني ايه هرنيشن اللي هو الفتاء. نتيجه زياده الضغط داخل الكرينيوم، ضغط 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 على البرين، البرين ما فيش مكان يهرب منه، هينزل من تحت من حته اسمها فورامين ماجنم في الاسكال ويخرج منها، وهنفهم دلوقتي او هنشوف موضوع الهرنيشن ده لما نشرح الانتركرينيال بريشر. بعد كده الاسكيميا، الاسكيميا دي بتحصل نتيجه ان حصل انجري للبلود فيزل
او حصل اسباز من البلاد فيزل ده، حصل في فازو كونستريكشن او زياده في الانتراكرينيال بريشر، زياده الضغط داخل الدماغ. فكل الاسباب دي بشكل او باخر هتؤدي الى هايبوبرفيوجن او نقص البلاد سبلاي للبرين وهيدخله في سكيب. زي بالظبط الستروك ما بتحصل، هو ده بتبقى عباره عن انفاركشن او فوكال جزء صغير او مالتيبل انفاركس. الهيموريدج رابع مثال على الفوكال برين انجري. قلنا الهيموريدج ده بيحصل في اكتر من مكان، قلنا يا اما بيحصل في اباف الديورا بنسميه ايبيديورال، تحت الديورا بنسميه سب ديورال، ممكن يحصل تحت الاراكنويد اسمه سب اراكنويد، او يدخل داخل البرين تيشو نفسه بنسميه انترا بارانكايمال هيموريدج او انترا سيريبرال. في شرح بالتفصيل عن موضوع الهيموريدج ده هيتشرح لاحقا. المهم ان هو بيبقى اباف ديورا ايبيديورال، تحت الديورا سب ديورال، تحت الاركنويد سب اركنويد، او داخل البرين نفسه انترا بارانكايمال او انترا سيريبرال. هيكلمك بسرعه عن موضوع السيريبرال بلاد فلو وموضوع الانترا كرينيال بريشر. السيريبرال بلاد فلو البلد اللي هو واصل للبرين، قلنا عندنا البلد واصل للكيدني يسمي رينال بلد فلو، واصل للبرين اسمه سيريبرال بلد فلو، يعني حسب بيتكلم عن البلد اللي واصل للبرين. عايز اقول لك ان وزن البرين رغم ان هو 2% فقط من وزن الانسان، الا انه بيحتاج 20% من الريكويرمنت بتاع البودي اوف اوكسجين و25% من الريكويرمنت اوف جلوكوز. تخيل يعني رغم ان وزنه 2% فقط من الجسم، الا انه محتاج تقريبا ربع الاكسجين والجلوكوز اللي الجسم بيستهلكه. ومن هنا بيجي لك ليه الرد على سؤال ليه دايما في الشك كان كل تارجتي وتارجت الجسم ان هو يحافظ على الفايتال اورجان اللي هو البرين. ليه؟ لانه هو كان محتاج اكبر حصه اوف اكسجين وجلوكوز، ومعنى محتاج اكبر حصه اوف اكسجين وجلوكوز يعني محتاج اكبر حصه اوف البلاد فلو، ومحتاج اكبر حصه من البرفيوجن. عشان كده كنت وانا بعالج الشوك والجسم نفسه بيحمي الشوك وبيكمبنسيت الشوك، كان كل غرضه ياخد حصه البلاد كبيره يحول بيها للبرين ويحافظ عليه الايف. السيريبرال بلاد فلو ده بيحسب بيه حاجتين، المين ارتيريال بريشر اللي احنا كنا قلنا ازاي بيتحسب في اول شابتر، طرح او ماينس الانتركرينيال بريشر. ده السيريبرال بلاد برفيوجن او السيريبرال بلاد فلو، مين ارتيريال بريشر ناقص الانتركرينيال بريشر. كنا قلنا الارتيريال بريشر ده في اول شابتر اللي هو الدايستوليك زائد تلت البلس بريشر. البلس بريشر ده اللي هو طرح السيستوليك من الدايستوليك، لو في اول شابتر لو الناس نسياه يبقى غالبا 85 من 95 دايستوليك زائد تلت البلس بريشر. قلنا البلس بريشر ده اللي هو طرح، يعني لو ضغط الانسان 120 على 80 يبقى البلس بريشر هيكون 40. الانتراكرينيال بريشر النورمال بتاعه 10 15، يبقى عندنا مين ارتيريال بريشر 85 95 ده النورمال، والانتراكرينيال بريشر النورمال 10 15، يبقى الطرح بتاعهم 70 ل 80 ده النورمال سيريبرال بلاد برفيوجن او سيريبرال بلاد فلو 70 ل 80. تخيل ان الشخص ده ضغطه انخفض، المين ارتيريال بريشر نزل، يبقى معناها السيريبرال بلاد فلو هينخفض. عشان كده كنت بقول لك في الشوك حاول ترفع السيستوليك على قد ما تقدر والمين ارتيريال بريشر عشان تحافظ على السيريبرال بلاد فلو عالي. فهمت ليه؟ لان لو السيستوليك وقع منك او المين ارتيريال بريشر وقع، السي بي بي او السيريبرال بلاد برفيوجن هيقع منك. نفس الكلام لو الانتراكرينيال بريشر الضغط داخل الدماغ ارتفع نتيجه هيموريدج ديما اي شيء، هتلاقي السيريبرال بلاد فلو بيقل. فعشان كده انا لما بيحصل ارتفاع داخل الدماغ لازم اعلي السيستوليك بريشر او الميد ارتيريال بريشر عشان احافظ على السيريبرال بلاد فلو نورمال. ده هيعلى اعلي ده معاه، انما تخيل ده عيله وده زي ما هو، يبقى السيريبرال بلاد فلو هينخفض ويبدا يحصل اسكيميا للبرين. ده شرح الكلام اللي انا بقوله. عشان كده بقول لك اللي مينتين سيستوليك بلاد بريشر اتليست 90 ملي متر زي باقي اولسو مينتين اديكويت مين ارتيريال بريشر، يبقى عشان كده كنت بقول لك في اثناء الشوك حافظ على السيستوليك يفضل 90 عشان تحافظ على المين ارتيريال بريشر، عشان تحافظ على السيريبرال بلاد فلو، هو ده اللي يهمني عشان احافظ على البرين. قلنا طبعا الموضوع ده ريجوليتد بالاكسجين، نسبه الاكسجين في الدم والبي سي او2 والاوتونوميك والنيورو هرمونال
لكن دايما اللي ليه الاثر الاكبر على موضوع البلاد فيزل في البرين هي البي سي او 2 او نسبه الكربون دايوكسيد في البلاد. هنتكلم شويه على الانتراكرينيال بريشر اللي هو ده الانتراكرينيال بريشر. هيقول لك ان الضغط داخل الدماغ قلنا النورمال بتاعه من 10 ل 15، وبيقول لك ان ما بيحصل ان السيريبرال بلود فلو بتنخفض والسيريبرال بيرفيوجن بينخفض او نوت اتيجود نتيجه الاديمه. البادي بيعمل ريفلكس اسمه، او جسم الانسان بيعمل ريفلكس اسمه كاشينج ريفلكس، بيرفع بيه ضغط الارتيريال بريشر او يرفع المين ارتيريال بريشر. ده ريفلكس طبيعي، يعني بيقول لك لما بيحصل ان السيريبرال بلاد فلو بينخفض الجسم بيرفع المين ارتيريال بريشر عشان يرجع يظبط السيريبرال بلاد فلو تاني. مفيش قدامه حل غير ان هو يرفع المين ارتيريال بريشر، ده احنا بنسميه كاشينج ريفلكس. قلنا لو الموضوع استمر والضغط داخل الدماغ بيزيد، انتراكرينيال بريشر قاعد يزيد قاعد يزيد، بيحصل حاجه اسمها هيرنيشن. ادي هو الضغط مثلا في بليدنج ابيديورا، قاعد يضغط على البرين يضغط على البرين يضغط على البرين، البرين مفيش مكان يهرب منه، السكال مقفله من كل ناحيه، فما يلاقيش الا الحته اللي تحت دي اسمها الفورة من ماجنم، فتلاقي البرين ستيم يحصل له هرنيشن يخرج من هنا من تحت. طبعا دي حاجه فيتال لكن ده بدليل ان هو ما لقاش مكان يهرب منه، او مفيش الموضوع نوت ريسولفد او ما اتحلش، والضغط داخل البرين قاعد يزيد او داخل السكال انتراكرينيال قاعد يزيد 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 ومفيش حل، هتلاقي حصل هرنيشن اوف البرين ستيم من الفورام الماجنوم او الفتحه اللي هي موجوده في السكال. قلنا اعراض الانتراكرينيال بريشر، انكريز انتراكرينيال بريشر مهمه جدا خدناها قبل كده، قلنا اللي هي نوزيا فوميتنج بلورد فيجن التر ليفل اوف كونشسنس، حصل كاشن اللي احنا قلنا عليه كاشن ريفلكس او كاشن ترياد، يحصل هرنيشن في الاخر خالص ودس. الهرنيشن طبعا بيضغط على الكرينيال نيرف، قلنا بالذات اللي هو الاوكيلوموتور، وهيسبب دايليتد بيوبل، يخلي الشخص ان ريسبونسيف، يخلي البيشنت يبقى في الديكورتيكيت او ديسريبريت بوستشرنج، وقلنا ده هناخده في الاخر في جي سي اس، ده الديكورتيكيت والديسريبريت بوستشر. يعني جزء الريسبيراتوري باترن، بيتكلم عن موضوع الريسبيراتوري باترن، هناخد هنت بسيط عليها ان مع زياده انتراكرينيال بريشر بيحصل ابنورمال ريسبيراتوري باترن، يا اما زياده هايبو فنتل اسف يا اما هايبر يا اما هايبو فنتليشن، يا اما زياده في الريت يا اما انخفاض، يا اما كاين ستوك اللي هو الترنيتنج يعني فيه شويه يزيد وشويه يقل، واتاكسيك بريزنج يعني غير منتظم. نيجي للجزء المهم في الفوكال برين انجري، انواع الهيموريدج اوف البرين. قلنا الهيموريدج يا اما بيكون ابيديورال يا بيكون سب ديورال يا بيكون سب اراتنويد يا بيكون سيربر، يا ابيديورال يا سب ديورال سب اراتنويد يا اما سيربرال، يعني فوق الديورة تحت الديورة تحت الأراكنويد أو داخل التيشو نفسه في البرين، أو اللي احنا بنسميه انترابرانكايمال انترابرانكايمال. هذا عندنا هوت، يا إما البلد متجمع خارج الديورة اللي هي باللون السماوي خارج، يبقى دي اسمها إي بي ديورال، يا إما تحت الديورة اللي هي باللون السماوي بنسميها سب ديورال، يا إما ماشي في الأراكنويد بنسميها سب أراكنويد، اما داخل البرين تيشو نفسه ودي بنسميها انترا سيريبرال او انترا برانكايمال هيموريدج. ناخد اول حاجه الابيديورال هيماتوم اللي هي اباف الديور، ده كولكشن اوف بلاد بتوين الكرينيوم اند الديور، ما بين الكرينيوم وما بين الديورا لقيت في كولكشن اوف بلاد، ده بيتكون بسرعة جدا وغالبا بيبقى السورس ارتيريال اللي هو الميدل منينجيال التري، وبيجي غالبا مع الديبريست سكال فراكشر. لو السورس كان فينس هتلاقي الموضوع مش رابد، ليه؟ لان الديتيريوريشن هيبقى بطيء نتيجة ان البلاد والبلاد الفلوينج هيبقى قليل.
انما غالبا بيبقى اسوشيتد مع ارتيريال سورس او ميدل منينجيال ارت. دي الابيديور، هدف الاشعه المقطعيه بتبان كده سي تي، بتبان زي العدسه كده. 50% من البيشنت ده بيبقى عنده ترانسيانت لوس اوف كونشسنس، بعد كده يتحسن وممكن يديتيريوريت تاني. 50% للبيشنت بيبقى عنده ترانسيانت لوس اوف كونشسنس ومش فايق خالص، بعد كده يقوم يتكلم ويتكلم مع الناس، بنسميها احنا اليوسيد انترفال او المرحله البيضاء اللي هو بدا يتحسن فيها. وال 50% التانيين بيجي في كونشسنس ما بيتحسنش، يعني 50% بيجي من الاول بديب ديب انكونشسنس ويفضل فيه على طول، و 50% بيجي بترانسيانت لوس اوف كونشسنس ويبدا يتحسن، بنسميها باليوسيد انترفال. بس الانترفال دي بتقعد تقريبا من 6 ل 18 ساعه نتيجه انكريز الانتراكرينيال بريشر، والبيشنت يبدا يديفلوب لوس اوف كونشسنس، ومع ان الجسم يبدا يعوض بالكوشنج ريفلكس يبدا يتحسن ويبني ان هو بقى كويس، اللي هو اليوسيد انترفال، لحد ما الكومبنسيشن ده يبدا ينهار ويرجع يدخل في ديستيرب كونشس ليفل تاني او لوس اوف كونشسنس. يبقى نص البيشنت بيجي من الاساس بلوس اوف كونشسنس وما بيتحسنش، ونصهم بيجي في لوس اوف كونشسنس ويبدا يمبروف، بنسميها المرحله البيضاء او اليوسيد انترفال. المطلوب مني بري هوسبيتال هو immediate ريكوجنيشن او ايدنتيفيكيشن، احدد التشخيص واجري بسرعه رابيد ترانسبورت. طبعا 20% من الناس اللي بتيجي كوماتوز دي من الاول دي بتضاي، موضوع فيتال جدا. سب ديورال بقى تحت الديورا، ده بيجي من فين؟ التاني قلنا غالبا السورس ارتيريال اللي هو ميدال منينجيا، لا ده غالبا بيجي من فين؟ دوت بيبقى غالبا اسوشيتد مع سكال فراكشر، التاني برضه اسوشيتد مع ديبريست سكال فراكشر، ده بيبقى شكله كريسنتك كده او شكل الهلال، بخلاف الشكل التاني بيبقى زي العين. لما ده شكل هلالي بنقسمها احنا لاكيوت وصاب اكيوت وكرونيك هيماتوما. يعني ايه اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك؟ اكيوت دي يعني اتكونت او السيمتوم ظهرت في اول يوم، اتكونت بسرعه. الصاب اكيوت ده اتكونت ببطء شويه، ما بداش يظهر عليه اعراض الا بعد يومين up to 10 days. الكرونيك ده بقى ده قاعد ياخد وقت طويل طويل في الاكيوميليشن، البلد نزل ببطء خالص ما بداش يبان عليه اعراض الا بعد اسبوعين. يبقى معنى كلمه اكيوت سب اكيوت وكرونيك هو التايم، الوقت ما بين حدوث الانجري وما بين ظهور الاعراض. طبعا السب ديورال ده اشهر من الابيديورال، اعراض مع نفسها هي الانتراكرينيال بريشر اللي هي الهيديك والنوزيا والفوميتنج واللوس اوف كونشسنس والكوما، لكن الفايندنج دي ممكن تبقى ما تظهرش الا ببطء نتيجه ان الهيماتوما بتتكون ببطء جدا، بالذات في حاله السب اكيوت. والكرونيك هيماتوما دي دايما بتحصل في الاولد ايج، علاجها طبعا سيرجري من المقام الاول، لازم يحصل ايفاكويشن للهيماتوما، مشهوره جدا قلنا في الالدر ايج. السب اراكنويد ده بقى البلد ماشي مع السي اس اف، السي اس اف ده ماشي في الاراكنويد في الام العنكبوتيه، تلاقي حصل بليدنج جوه الام العنكبوتيه دي او الاراكنويد، فماشي جوه السي اس اف. عشان كده لو انا عايز اشخص سب اراكنويد هيماتوما، لو سحبت عينه سباينال خدت سحبت سي اس اف من الجسم من الانسان هتلاقي فيها بلط. كاركترستيك بحاجه مهمه جدا، ان البيشنت بيديفلوب او بيكومبلين سادن ابروبت سيفير هيدك او سادن اكيوت سيفير هيدك، فجاه يحس بضربه كانه حد ضربه على الاوكسيبت من الخلف، ضربه ببلو قبضه ايد كده، سادن ابروبت او سادن اكيوت سيفير هيدك، كاركترستيك جدا للسب اراكنويد هيماتوما. طبعا هنا بتبقى باينه كان في نقط بيضه في الفراغات اللي مش فيها السي اس اف، تلاقي فيه بلاد. الهيدك بيبدا لوكلايزد وزين سبريد ينتشر، وتلاقي بقى في نيك ستيفنس اعراض، بس الحاجات دي ليت، عايز يقعد في المستشفى يعني ان هوسبيتال مش بري هوسبيتال. فوميتنج برضه واللوس اوف كونشسنس وان ايكوال بيوبل، ولو في سيفير بتنتهي بكوما اند ديث. الانترا سيريبرال بقى او اخر نوع خالص من انواع السيريبرال هيموريدج، سيريبرال هيماتوما او انترا سيريبرال هيماتوما، انا ابدا اقول عليها ان هي لو تكون اكتر من 5 مللي او بلد، لو اقل من كده هنسميها كونتيوجن، هتبان في الاشعه المقطعيه كانها كونتيوجن.
إنما أكتر من 5 ميلي يبقى معناها كده إن حصل في collection of intracerebral bleeding أو hemorrhage، ويبتيجي غالباً في frontal temporal lobe، ممكن تيجي من غالباً penetrating head trauma، لكنها بتيجي برضو من البلانت أو الأكسلوريشن ديسلوريشن زي الموتور فيكل كريش. يبقى معاها increase طبعاً من الانتراكرينيال بريشر، والساين والسيمتوم ممكن تظهر وقتياً اللي هو الهيديك والسيفير هيديك اللي بيجي أكيوت ده، والبلرينج فيجن والديسنسنس والديزنس والوصف كونشسنس والان ايكوال بيوبل والنيك ستيفنس، وممكن تتأخر شوية حسب المكان وكمية البلد. والوانس ان السيمتوم ظهرت تلاقي البيشنت بيديتيريوريت بسرعة جدا جدا جدا، والمورتاليتي بتبقى عالية جدا جدا، نسبة الوفاة بتعدي 50%، حتى لو انا حاولت اعمل ايفاكويشن للهيماتوماتي. هنا بيتكلم في موضوع اعتراضي كده او موضوع في النص عن البنتريتنج انجري، يعني لو في حاجه بنتريتنج دخل جوه البرين زي اي حاجه، اي بنتريتنج اوبجكت حد دخل جوه البرين زي الميسايلز المقذوفات او اي ستاب بحاجه شارب، بتبقى معاه طبعا داخله من خارج للداخل، لازم يكون معاه سكال فراكشر، بعد كده تعمل فاسكولار انجري او انتراكرينيال هيموريدج. طبعا عيبها ان هي بيبقى معاها اسوشيتد بي انفكشن، لان انت فاتح ممر داخل جوه البرين فبتجيب انفكشن من الخارج للداخل، وبيبقى غالبا معاها ابليبسي بعد التروما، وبتحتاج مني تدخل جراحي. هناخد بريك ونكمل بعد البريك الاسسمنت اند نيورولوجيكال ايفالويشن. انا خلصت كده اصابات الهيد انجري، عايز اعمل اسسمنت للشخص نيورولوجيكال. ناخد بريك ونكمل بعد البريك ان شاء الله.